الملك محمد السادس يحل بالحسيمة وولي العهد يتجول بالمدينة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أشارت مصادر محلية أن الملك محمد السادس حل بمدينة الحسيمة لقضاء جزء من عطلته الصيفية، كما دأب على ذلك كل سنة تقريبا منذ توليه العرش. وقد دأب جلالة الملك محمد السادس على قضاء جزء من عطلته الصيفية بجوهرة البحر الأبيض المتوسط في إقامة خاصة على شاطئ بوسكور مع ممارسة هواية ركوب الدراجات المائية، بالإضافة إلى التجول في خليج الحسيمة على متن يخته، وكذا معرفة أحوال رعيته إثر جولاته المعتادة بأقاليم ومدن المملكة بما فيها الريف. ومن غير المستبعد أن يلقي الملك خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت الجاري من مدينة الحسيمة، كما جرت العادة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ألقى جلالته من الحسيمة عدة خطابات بمناسبات وطنية مختلفة. من جانبه شهد ولي العهد الأمير مولاي الحسن وهو يتجول في شارع محمد الخامس المؤدي إلى الساحة الكبرى. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.